حياكم الله وحياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج المحطة. اليوم ضيوفي مميزين كونهم صنف وياي اللي هو صنف الإعلام. كل واحد من عندهم إلى باع في الإعلام، فلذلك خليني أرحب بضيفي الأول الدكتور محمد الخزاعي مقدم برامج جديدة. حياك الله ورمضان كريم عليك وشكرا لهذه الدعوة الكريمة. رمضان كريم عليكم وعلى جمهوركم. شكرا حضرتك. جميلة. أيضا ضيفي الآخر هو الأستاذ إبراهيم المالكي مقدم قناة الاتجاه. حياك الله وأهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ بتول ورمضان كريم عليك وعلى كادرك وعلى برنامجك، وشكرا للميتين مع الأخوة والزملاء. إن شاء الله تكون لمة حلوة. أيضا ضيفي الآخر أو ضيفتي الأخرى هي الست بتول الحسن مقدمة برامج العهد. حياة الله ورمضان كريم. حياة الله حبيبتي، حياة الله كل الزملاء ورمضان كريم عليكم وعلى كل مشاهديكم. أيضا ضيفتي الأخرى هي الست استبرق الربيعي مقدمة قناة الفرات الفضائية. حياة الله ورمضان كريم. حياة الله، رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله وعلى السمنا. لأنه أجواء إعلام فالدخلة مالتنا كانت مباشرة، مع أنه أنا سبحان الله محضرة فت كليشة قبل لا أبدي البرنامج، بس راحة طارت من عندي ويا الحكي. اليوم جمعتنا هذه الجمعة الحلوة من اسم البرنامج واسم المحطة، فلذلك راح نضيء على محطات في حياة كل شخصية من شخصيات اللي جالسة أمامي. نبدي بداية بالطفولة وبعدها يعني نوصل للمرحلة اللي وصلت لها. خليني أبدي ladies at first دائما، فخليني أبدي نبدأ من الأستاذ. لا أستاذ إبراهيم، أنا أريد أدخل بالمود. أنا هو يجي آخر واحد، خليني أبدي ب لا هو طبعا بروتوكوليا لازم تبدي من اليمين. لازم مشكلة ماكو فرق إن شاء الله. الله يسلمك. فوتي سالمة. ست استبرق، وصلتي إلى هذه المكانة اللي أنت بيها، أكيد أكو قبل هذا الشيء أكو أمور كثيرة مريتي بيها يلا وصلتي إنه تصيرين إعلامية، وأكيد أكو تنبؤات بالطفولة إنه هذه البنت عندها كاريزما، هذه البنت عندها يعني حتشاية أو مثلا أسلوب أو كذا، فاحكي لنا شوية عن الطفولة. يعني إذا بالطفولة فأني كانت هذه القضية بداخلي، يعني ما كانت واضحة ممكن كلش للعائلة، بس أنا كنت أخذ دور دائما إنه أنا راح أصير مذيعة، أنا راح أصير إعلامية. حتى إذا أستثمر إنه إذا أكو صديقاتي أو فد محفل بالمدرسة أنا أكون هنا القيادية، أنا اللي أحكي، يعني ما حد ما يحكي. فكانت أكو تنبؤات بيني وبين نفسي إنه أنا يوم من الأيام أصير إعلامية، يعني لكن الظروف. نعم صحيح. وأنا تقريبا نقدر نقول رسمت فد استراتيجية نفسي خاصة إنه أنا لازم أوصل لهاي النقطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. طبعا أكيد خلال هاي الفترة أنا صار لي 13 سنة ما بين الإذاعة والتلفزيون، محطات كثيرة ومحطات متعبة، يلا وصلت للي الحمد لله والشكر الشيء البسيط اللي أنا وصلت له اليوم. وأفتخر أنه بعد كل هذا العناء والتعب قدرت أحجز إلي مكان مع قامات كبيرة من الإعلاميين والحمد لله والشكر. وصلتي للطموح اللي تريدينه لو بعد عندك طموح آخر؟ يقول الإنسان لازم دائما عنده أمل. أنا دائما أسوي أبديت من الطموحات والأهداف، يعني أنا مو راكدة أبدا، دائما أحب أسعى، أحب أرسم خطط جديدة، والحمد لله والشكر يعني كل اللي أخليه ببالي الحمد لله أحققه إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى هذا الشيء. خليني أجي لي ست بتول نفس السؤال يعاد. لا مو احنا ده نبدي بالنساء، انتوا ليش تريدون تخربوا لي التفرقه؟ احنا ناس نتعامل بالعدل. لا بتول ست بتول اكيد نفس السؤال. تيست شوي لقدام. نفس السؤال يعاد ويكرر، اكيد بالطفوله تنبؤوا لك انه يعني راح تكونين اعلاميه او كذا، لو لا يعني الموضوع صار صدفه؟ ابدا. انا دخولي بالاعلام اساسا انا من بيئه عائله اعلاميه. نعم. يعني اخواتي قبلي كلهم اعلاميات. نعم. بس انا شخصيا ابدا ما كان بالحسبان ان ادخل الاعلام بتاتا، يعني انا قلت اكثر من مره انه دخولي كان ما مخطط له ابدا، لكن فجاه اكتشفوا انه انا عندي القدره انه اقدم اخبار بالبدايه اخبار. نعم. وبعدين صار عندي تخصص لما دخلت الاعلام، خلص انه صارت مهنتي يعني، فصار الاهتمام اكبر، محاوله تطوير الذات اكثر، فحولت الى البرامج وتقديم البرامج السياسيه، لكن بدايتها ابدا ما كان بالحسبان.
بس من كنت صغيره يعني شخص داخل البيت، يعني انا اصغر وحده بالعائله بس يعني العائله البيت والعائله الاعلاميه يعني. لا حاليا ما عدت الاصغر بالعائله الاعلاميه. هي كانت اول ما بدت كانت الـ 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 الاصغر المدلل بالعائله الاعلاميه. صح انا اعترف أيه. كانت مدلله يعني يمكن انا اشارك لا بعدك بنفس ال شنو هو بس نفس النور الرونقه والتفاؤل والاناقه والجمال وزاد زاد هذا الموضوع زاد يعني سنين انطته بس هيك الوقت كبرت بالنسبه للعائله. خلينا نرجع الفكره انه انا ممكن كنت صغيره كنت شخص يعني نوعا ما انه جريئه وهذا الطفل المشاكس اوكي طفله مشاكسه متسميني بلسان الطويل هذه ما لها اي علاقه بمساله ممكن انه تكون ترويض شخصيه ممكن هذه الجراه ممكن تعرفين التعامل مع الكاميرا وغيرها هي مؤسسات لكن ببدايتها لا ابدا ما كان اي تخطيط مسبق لذلك كان عكس استبرق تماما. دكتور محمد شلون كانت البدايه ومنين ومنو اول شخص ممكن شاف بيك هذه والله ست بتوله هسه انتوا تتحدثون يعني انت بتدول لا يعني انا ما كنت محضر يعني على هاي التفاصيل بصراحه على قضيه الطفوله وتفاصيل بس تذكرت مشهد من مشاهد طفولتي يعني انا كنت انا من الناصريه وعشت بالناصريه تقريبا 14 سنه من حياتي وبعدها انتقلت الى بغداد بس انا قاعد اتذكر هسه بالابتدائيه مالتي يعني بالابتدائيه اكو شيء كان بيتناقض قوي يعني كانوا لما يطلعون الشطار يوم الخميس مدير المدرسه اول اسمي ذي اسمي يطلعونك طلعني والله زين طلعوني صفقوا لي وكذا ويرجعوني للصف يعني هذا الصف مو صف لا الاصطفاف فمباشره يضيعون اسماء الوكحين والمشاغبين والمؤذين بالمدرسه اول اسم يضيعون اسمي جامعهم فكنت احمل الصفتين صفه هذا التناقض صفه المشاغب و... بس لا ضير انه انت شاطر صفه الشاطر يعني مو شيزوفرينيا بس انا ما اعرف يعني ما اعرف افسرها شنو هي حياتك ما طالع اول واحد للصف لا لا كنت اطلع اثنين سوا يعني تطلع اثنين سوا يصيحون الشاطر اطلع وياه ويصيحون المشاغب اطلع وياه يقعد عاقل اول واحد يروح على البيت لا لا انت مو هاي القصه حياتي ما طلعت اول واحد للبيت انت مو هاي القصه الاقوى بالموضوع انه بالتصفيق يصفقون لي ويكرموني ايه؟ وبالبسط يبسطوني يعني ماكو وحده تشفع للثانيه ماكو وحده ما تشفع للثانيه لا الشاطر ما له دخل احنا في وقتنا يعني ما كان شيء اسمه اعلام يعني كانت هي قناتين وكذا ما اعرف ايش والشباب اللي يشتغلون بها بذاك الوقت ما يمتلكون الحريه ولا يمتلكون كل الادوات اللي يشتغلون بها اعلاميين يعني يسموه بغض النظر عن الامكانيات ما نقدر نحددها شنو هي وعيت على هذا الموضوع لما كنت بالمرحله الاولى بالكليه يعني بالكليه كنت بجامعه البصره وكنت ساكن في فندق وكان الفندق هذا بمجموعه من الصحفيين الاجانب والعرب والعراقيين ف بذاك الوقت يعني طالب مرحله اولى وانا عندي ملكه شاعر وتدرين احنا اهل الناصريه نعم يعني امك تجيبك تلولي لك ومن تموت يهوسون عليك يعني شعر وحياتك كلها حياتك كلها شعر فاللي صار انه تعرفت بالريسبشن مال الفندق تعرفت على صحفي والصحفي بذاك الوقت كان يشتغل بصحف يعني عربيه نعم وكان يكتب لي صحف عربيه وكان يترجم مقالاته ويكتبهن لي صحف اجنبيه فاقترحت علي انه انا اسوي له لقاء ويا عميد كليتنا بذاك الوقت انت لا كنت بالاعلام اصلا مو صحفي يعني وهاي 2000 يعني 2000 بعد السقوط مباشره يعني رجعونا حتى يمتحنونا ويرجعونا نعم فالصحفي منحني هاي الفرصه بس قال لي انت تعرف شلون تسال قلت له اي اعرف قال لي مشتغل سابقا قلت له اي كذبت علي انا ما مشتغل فرحت اخذت الراديو مال التسجيل وقعدت اقرب الصحف اللي كانت تصدر بذاك الوقت وشلون يجرون اللقاء وكذا وشفت حفظتهم كلهن ورحت على يعني على بديهيتي ورحت على عميد بدون لقاء فدخلت له وقلت له انا صحفي وقال لي قال لي شنو صحفي انت وين تشتغل؟ هنا انا صفنت
اريد اختار يا هي اللي اشتغل بيها. قلت له كلفني واحد صحفي، قال لي عموما انت احكي لي شنو القصه، شو تريد بالضبط؟ قلت له عندي مجموعه اسئله وخليني اسالك. فسالته بالورقه وقام يجاوب، حاولت استنبط من كلامه واسال وسالت طبعا وشفصت لك كم شفصه. فرجعت فرغت هذا الصحفي، قال لي روح فرغين واكتبين لي كتابه. فرغتين وكتبتين كتابه ورجعت هذا اللقاء اللي موجود اللي جبته، فهو شافه صحح لي ببعض الاشياء وقال لي ممتاز هذا جيد. ف قلت له زين هذا صراحة نشره؟ قال لي هو ما يصير انا نشره باسمك. قلت له ليش؟ قال لي لانه انت بعدك، فانا راح نشره باسمي. صادر الجهود بسرعه. فنشره باسمه. رجعت على واحد انا كنت ضايج ومزعج، رحت للغرفه وياي واحد من اصدقائي قال لي المهم راح ينشر. المهم راح ينشر. فبقيت فتره انا اكتب تحقيقات على مقالات على كذا وينشر الاخير ينشر باسمه. اي طبعا هسه انا اعتبره صح فضل لحد هاي. على المقاطعه اثرت موضوع جدا مهم اليوم 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 همينه. اكو بعض الشباب اللي يكتبون وبالتالي ينزل باسم اخر حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الفقره احنا جدا نعاني من عندها. فانت يمكن شخصيه من هذه الشخصيات اللي وقعت بهذا. شوفي هو يعني بالعاده الصحفي لما يبدا جديد هم يكتبوا له يعني الاكبر منه هم يكتبوا له ويذكرون اسمائهم. بس لانه كانت عندي ملكه كتابه بذاك الوقت. المهم انا اعتبر هذا الشخص صاحب فضل علي. انتقلت بعدين الى بغداد ورحت على وحده من الاذاعات ما راح اذكر اسمها. ما جاي و ضاغ البصره جابك. انتقلت على وحده من الاذاعات ورحت لها. البصره وحلوه قريبه عليكم. البصره لا وقريبه عليكم وهي البصره بصره. فرحت على وحده من الاذاعات وكان قريت الفاتحه وقريت ما اعرف ايش وكذا وكثرت من ذني وهيك وقالوا لي سوي هيك حتى تنخفل. فرحت للاذاعه باوع لواحد قال لي يعني هذا مدير الاذاعه قال لي انت ما تصلح ولا تجي ولا تحاول ولا تشوف ولا كذا ولا تسوي احباط. انت ما شفت روحك من الجسر وراها؟ والله العظيم وراها ما شفت روحك من الجسر. قال لي كل الاعلاميين هاي بيها مفارقه ست بتول لا تسمحي لي. فقلت له يابا هسه انت قل لي بالاذاعه مالتك انا ما اصلح، يجوز بغيرها يا اخي، يجوز بغيرها انا اصلح. ما طردني بس طردني طرده يعني، بحيث طلعت اني من باب الاذاعه مالته وهي كانت بالمنصور ومن باب الاذاعه مالته بعد باقي يعني اصلا اقول بعد ما حد يقبلني نهائيا. قول الناصريه قبل قول الناصريه قبل اي لكن كانت حافز صح؟ لا بالعكس انا حطيتها ببالي قلت له يوم من الايام اللي ذكرك. اي كانت حافز وذكرته لو لا ورا سنتين ثلاثه ذكرت هسه بتقول تريدك تذكره هسه ذكرته لو لا لا اني اذكره انه طيح على طيح على لا اذكره الان آه. بس اسمح لي طيحها هي طايحه من زمان طيحها بس هي كانت سبب انطلاقه يمكن اي اذكره انه الفرص الجديده والناس الجدد لازم اسوي لهم حافز ولازم لازم اساعدهم طبعا. يعني اتذكر في اول تجربه فضائيه يعني اذا جاك شاب وعنده موهبه وعنده يعني القلم الحلو مثل ما نقول الدعمه انت سيلي ابراهيم وسيلي بتولي يعرفوني هواي. لا انا ما اسال ما راح اسالك احنا اصحاب تجربه ويا محمد يعني على مدى سنوات. نعم يريد يشهدنا. شوف يا سيدي ست بتول يريد يشهدنا واحنا اسال ست بتول لحد الان اتذكر لما اشتغلت بقناه فضائيه واحد من زملائي اسمه احمد عبد الكريم كان له موقف وياي ما انساه لحد هذه اللحظه. كان يدليني على كل شارده ووارده بعملي. ولحد هاي اللحظه حتى يوم من الايام شفته انا وعائلتي وقلت لهم هذا الشخص صاحب فضل علي. انا اعتقد ولا انسى ابدا محمد كل تقريبا اللي موجودين الان بالشاشه وال يعني اللي مشتغلين وياهم واللي اشتغلنا وياهم واغلب اللي موجودين ما اعتقد عندهم هذا النفس اللي يستبعد الاخر. يعني انا من خلال كل تجربه مو صح؟ بس مو الكل استاذ ابراهيم بس اعتقد اللي نعرفهم نعم. واللي مشتغلين وياهم بس اللي نعرفهم وايا مو غالبيه ما اقول الكل لا يعني ما اقول الكل بس اعتقد هذا هاي بيئتنا وجونا هاي الاشخاص اللي نعرفهم واللي متواصلين وياهم ست بتول يعني اللي نتخابر وياهم واللي نتواصل وياهم واللي عايشين وياه تفاصيلنا ما اعتقد عندنا هذا النفس اللي يستبعد الاخرين او اللي
يمنع عنا معلومة أو يمنع عنا فد في الطريقة توصل إلى مشوار. أقول لك إبراهيم ست بتور تريد تسألك عن محطاتك وعن طفولتك. إيه؟ فما لقذتها وما لا لا أنا عندي سؤال آخر. أنا عندي سؤال آخر هذا الموضوع أستاذ إبراهيم أترجاك عوفاً عادة أنا عبرتها لا لا تعبرها ولكن شو لا بس خلي أقول ست بتور أنا من هاي المحطة أقول عن نفسي وعن هاي البنية الورد اللي وياي وعن هذا الولد الراقي وحتى عن ست استبرق رغم انه العلاقة يعني مو كلش قوية. نعم. انا اقول اي واحد يعتقد انه عنده امكانية او بامكانه ان يقبل تدريب احنا حاضرين انا شخصيا حاضر في اي وقت فارغين احنا ممكن نوفر له فرصة تدريبية ومجانا وما نريد اي شيء من حلو هذا الشيء على الاقل الخبرة اللي عندنا ننطيها وسويناها دكتور سويناها اكثر من مرة احنا نريد نحكي فيها بس احنا سويناها واحد يقول لنا شكرا لا لا ست استبرق كانت وياي في احدى بس ما تشوفنا بالمعهد والان بالشاشة اللي اعطيناهم دورات بالمجان هم بالشاشة الان خليني اسالك استاذ ابراهيم عندك روح يعني طرفة وروح جميلة شكراً. بالتالي عادة دائما يقولون مذيع الأخبار ومذيع ومقدم البرامج السياسية جميل. وكذا من قد ما يقابل ظروف الحياة اللي بالبرامج يكون كلش سؤال هذا يعني سؤال جامد وحاد مو سؤال بخطأ كبير يعني إبراهيم عندك روح والروح طيبة وبيها طرفة وبيها كذا يعني أنا صفنت عبالي سؤالي بي خطأ فعلا دكتور خليني يعني هم بيروح وهم بي كذا يلا راحت فعادة الناس تعتقد أنه مذيع الأخبار أو مقدم البرامج السياسية دائما مغنتب والحاجب رافعة وكذا لكن يوم الروح هذه الحلوة هم فكرت في يوم من الأيام تقدم برنامج خارج عن السياسة والمذيع وكذا حياة الله وحيا الله الزملاء وشكرا إليك وجمعتينا صراحة لأن إحنا ما نشاف بس بالشاشة ولا ربما التليفونات من السوالف اللي طلعت التليفونات والسوشال ميديا نعم. سابقا بالمناسبة الإعلام قبل 2003 يحكي عنه محمد كان أكو قالب إنه المذيع لازم يقعد قاعدة خاصة وزي خاص ووقفة خاصة وستايل خاص صح. اليوم أصبح الإعلام شامل يقرأ بيانات فاليوم الإعلام شامل نعم. يعني أحد الضيوف والآن هو واحد من أو ليش خلي أحكيها بالاسم شيخ قيس بلقاء وياه فردت داخله قال لي لا خلي أكمل قلت له حات أبوك ما تعبر بالجو موجودة بالبرنامج أنا محتفظ بها القطع نعم. فبالتالي اليوم هاي السجية أو هاي اللغة الوسطية اللي نحكي بيها شوف اللبناني يحكي باللغة الوسطية فعلاً المصري يحكي باللغة الوسطية ويحكي باللغة الدارجة وحلوة حلوة وبالتالي اليوم هاي اللغة الوسطية اللي نحكي بيها بعيد عن هاي التكلفة وبعيد عن هذا التخنزري اللي خلصه بعض الشباب لا هو حتى طلع المذيع من هذا مشكل طلعنا طلع. هذا صار قديم ستايل يعني بات ما يسمع المواطن المواطن عنده 6000 فضائية بين عربية وبين عالمية وبين عراقية فبالتالي بيقدر يمون يدورها ما كان مجبور وكان مجبور على 9 أو 7 لو فلان وفلان فبالتالي هذا بعد الانستغرام ما يشتغل يعني اثنين انه هذا هاي الحياه البسيطه مو عيب انه انا اليوم هاي حياتي البسيطه اللي اجي اوظفها بالشاشه بالعكس هي تطنكها للشاشه يعني. مو سبه يعني اذا واحد اليوم حكى ببساطه او حكى على طرفه داخل البرنامج توصل للمشاهد مو سبه يعني مو سبه يعني سؤالي هو هل فكرت تقدم برنامج لا. خارج عن ابد لا لا انا يعني انا بدايتي بالتسعينات كنت ممثل ونزلت أعمال تلفزيونية مع آسيا كمال والمرحوم صادق علي شاهين لأن أنا أصلاً خريج فنون جميلة يعني بالتسعين ممثل يعني بالتسعين ممثل يا الله الله يرحم خليل الرفاعي صار لي هواي عايش مو محمد الله يرحم علي الرفاعي نعم فاشتغلت مسلسلات مسلسلين أو ثلاثة صراحة يعني ما كنت أفكر إنه أنا أكون مقدم برامج الحقيقة يعني لأنه لكن بعد 2003 وهذا الانفتاح اللي صار وكثرة المؤسسات الإعلامية بديت بالصحف يعني أنا كنت مراسل صحف ووكالات وجرائد بعدين اشتغلت إذاعة ومن ثم اشتغلت بالتلفزيون أي بوحدة من القنوات يعني بال 2006 نفس الموقف اللي صار وياي مع محمد بس انا بوقتها محمد بوقتها رت ادعم السياره واخلص يعني من الاحباط اللي انطاني اياه اخير شيء قال لي انت شكلك ما مقبول انت شكو جاي يعني
هالناس قال انت شكلك ما مقبول وما تصير، طلعوا برا هذا شكله ما مقبول يعني وما يصير ما يصير يعني. وانا سمعت الكلام صار عندي احباط بتول ادعم روحي بالسياره. هي المشكله انه ذول اللي يقولون ما تصير هم لهسه ما صايرين ولحد الان ما راح يصيرون. اي زين يعني هذه المسائل مرات الواحد مني يتذكرها ينقهر، لكن بنفس لا لا بالعكس لا هو رايه، هي دعم لك رايه، هو رايه بالعكس. انا مريت بهاي التفاصيل اللي مروا بها الاساتذه هو اريد يعني لكن ما التفت لها ابدا. شلون ما التفتت لها ولا كانت يوم من الايام عثره بطريقي ابدا. بالعكس يعني كنت مؤمنه بنفسي انه اني هذا اللي يحصل يوم من الايام. نعم صحيح، مشيئه الله سبحانه وتعالى والحمد لله. لكن ما كنت مثلا واجهت ايضا انه ما تصيرين وجهك ما يصلح، عندك فلان مشكله، عندك فلان مشكله، ما كنت اسمع لهذا الكلام ابدا. يعني كنت مؤمنه بنفسي الى حد كلش كبير الحمد لله. الحمد لله. خليني اسالك سؤال اخر، غير انه التحديات اللي تواجه اليوم الصحفي العراقي تحديات كثيره، جبناها من ايام الحرب الى ايام داعش الى ايام كورونا ولحد الان اكو تحديات. هذا السؤال طبعا راح يعمم على الجميع. دكتور اذا تكون ويانا احسن يعني. انا حاضر قاعد اتابعكم على الفيسبوك. يعني هذه التحديات تخلق في بعض الاحيان عند الاعلامي اصرار على انه هو يتواجد بالساحه. تحديات سياسيه برزوا نعم. هوايه اعلاميين اثناء الحرب وكذا وشفناهم بالساحه. نعم. ويعني لهم فضل بنقل الصوره الحيه عن المعارك وغيرها. التحدي اللي يواجه استبرق في هذه الايام شنو؟ يعني من بديت لليوم؟ من نقدر نقول لا يعني من ايام فترة داعش او كورونا. يعني احنا كنا مرينا بنفس الظروف وخاصة الوسط الاعلامي. ما كان اكو يعني شيء اسمه انه كورونا او شيء انه اسمه داعش وظرف امني ما مستقر. والوضع اللي دنعيشه وضع غليان وما تعرفين ساعة الساعة ممكن تروحين بيها فعلا. ولكن احنا كنا دائما حاضرين ونداوم دوام كلش عادي يعني فعلا. اذا في كورونا يعني كورونا انا كنت اتذكر اطلع ويمكن هاي الذكرى مشتركه بيننا. الشوارع فارغه وانا كنت اروح حتى اقرا نشره الاخبار او حتى اروح البرنامج. الحال يشبه بعضه من يعني ايام الحرب على داعش، كنا دائما موجودين. فهذه التحديات كانت جدا خطيره ولكن الحمد لله قدرنا نعبرها. خليني اسال ست بتول، اكو مثلا بحلقه من الحلقات او تناولتي بحلقه من الحلقات موضوع معين ويعني مثل ما نقول اخذتك الهمه به، لانه موضوع داعش وما حدث للعراق هو موضوع يعني اثار الكره الارضيه كلها مو فقط في العراق. احكي لي عن موضوع مثلا او موقف صار وياك في هذه الفتره بالتحديد. يعني وبالنهاية التحديات الأمنية اللي مرينا بها كلها مواقف صعبة. نعم. ما تقدرين تستثني يعني حرب داعش مثلا ابتدئيها بسبايكر. فأنت تتحدثين عن مجزرة بهذا الحجم ما تقدرين تقولين إنه الحلقة مستثنية. أساسا حلقة هي تأخذ الجو بدون أن تحددي محاورها وتفاصيلها وشان تتحدثين في بعض الأحيان. وكثير من المواقف مرينا بها مواقف صعبة جدا بأيام الحرب على داعش، كل التغطيات صعبة، إضافة إلى الجهد الإعلامي أكو جهد نفسي تقدمي فعلا. خلال هذه المرحلة أنت كل خبر ده تقريدة أكو نفسي يأثر على النفسية يترك انطباع. أنا أعتقد أنه إحنا ما أعرف يعني إحنا الجيل اللي نشأنا ما بعد 2003 يعني شباب ما بعد 2003 اعتادينا على التحديات الأمنية بدلا من التغييرات القاعدة داعش وغيرها والتفجيرات وهذه التفاصيل. لذلك كل الجو العام يعني يمكن هاي ما اعرف هي حسنه او غير انه احنا اعتادينا على هذه التحديات الامنيه وعلى الاخبار الحزينه، فصرنا يعني ما نتفاجئ بها على الرغم انه هي موجعه بكل الاحوال ولو تكررت لا سامح الله اكثر من مره، لكنها تبقى موجعه. بس انه حلقات استثنائيه، انا اتوقع كل حلقاتنا خاصه فيما يخص الملف الامني هي استثنائيه. ربما التطور السياسي يعني شيء معتاد عليه لا يؤثر تاثير عام على الاقل يعني بدم الناس على الرغم انه هي تداعيات سياسيه صح، لكن التخوف او التداعيات الامنيه اكبر واخطر بكثير. لذلك تخلق كل المواضيع تكون استثنائيه. انا دسمه تكون احنا دائما مواضيعنا ما شاء الله بالعراقيه دسمه. دكتور ارجع لك لكن خلينا نروح وياكم الى فاصل ونواصل.
مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين وحلقة من حلقات برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي الأكارم. واليوم مثل ما قلت هي حلقتي مميزة لأنه كونها يعني اللي قاعدين ما يحسون نفسهم في برنامج قد ما هم يعني هذه الأجواء متعودين عليها والكاميرات وغيرها. خليني أرجع بالسؤال إلى دكتور محمد. قبل الفاصل حكينا عن التحديات اللي تواجه الصحفي وتواجه الإعلامي في مسيرة حياته المهنية. أصعب مواجهة واجهتها خلال فترة داعش أو كورونا ممكن أنه تستذكرها وتطي بيها نصيحة للشباب الواعد اللي هسه دا يريد يمارس مهنة الإعلام؟ يعني إحنا بالحقيقة ما وصلنا للمرحلة اللي نطي بيها نصائح للناس. يعني لحد الآن إحنا في بدايتنا. نعم. ما وصلنا إلى مرحلة إنه إحنا نمتلك الخبرة العالية وكذا. لكن على الأقل قدرنا إنه نسوي شيء. نعم. الأهم عندي شخصية إنه إحنا صحيح هاي الوظيفة إنه نستلم من عندها راتب ونعيش عوائلنا. يعني فعلاً. ماكو واحد يقول لا. بس الأهم من هذا إنه في هاي الفترة خصوصاً فترة داعش. أكثر زملائنا والحاضرين يعني الحاضرين من عندهم بالخصوص كانت عندهم رسالة ورسالة واضحة في فترة داعش. شعرنا وهذا شعور بالفخر طبعا انه احنا سوينا جزء من ما يسوونه الناس اللي دافعون بالميدان صار لك دور بالانتصار. يعني احنا ساهمنا على الاقل بشكل قليل في رفع مستوى يعني معنويات الأشخاص اللي انطوا أرواحهم من أجلنا. ساهمنا على الأقل بشوية شيء بسيط في إيصال صوت بأنه إحنا بالعراق وما زلنا نعيش بالعراق وما زلنا نقاتل من أجل نعيش بهذا البلد وما تركنا. أنا عندي تجربة هي أكو حسرة إذن هذه التجربة أي. أنا عندي تجربة بقناة الاتجاه كانت. نعم. بال 2014 أنا كنت أشتغل خارج قناة الاتجاه في واحدة من المحطات الفضائية. نعم. وكانوا مقابلي كانوا يجيبون شهداء من معاركنا اللي صارت على أطراف بغداد. نعم. فكانوا بذاك الوقت القناة اللي أشتغل بها ما مهتمين بالموضوع. فاجيت دخلت على القناة شفت انه اكو شهداء بالشارع كانوا. نعم. فوقفت وياهم كانوا كلهم شباب، وقفت ويا الناس اللي كانت تعزي واللي كانت مستقبله شهدائها. ودخلت على الاستوديو، محور حلقتي كان عن المعارك. نعم. لكن شفت الاهتمام اللي داخل القناة ما كان موجود تماما. فكملت الحلقة وكان يعني هذا المنظر كان مأذيني تماما. يعني احنا وتعرفين حضرتك انه من المعيب انه تخابر على قناه تقول لهم انا راجع لكم. اتذكر خابرت لي يمكن ابراهيم، قلت له ابراهيم، وخابرت مدير قناه الاتجاه قلت له حضروا الاستوديو. هذا الموقف اثر بيك يعني؟ قلت له حضروا الاستوديو انا جايكم. ورجعت للقناه اشتغلت بيها وقدمت برنامج توك شو وبي اتصالات، صارت بي حادثه والحادثه معروفه جدا وظلوا يتصلون بي هوايه من داعش وصار يعني انه حتى طلعت من المهنيه الاعلاميه بذاك الوقت. نعم. بس انا حسبت نفسي كابسط مقاتل جندي يعني بذاك الوقت يشتغل. حسيت عليك دور طبعا اكيد لازم تأدي. اكيد. يوم من الايام انا كنت اقدم البرنامج واتصلت بي مريه قالت لي اني ام محمد من مدينه الصدر. قالت لي انا عندي ولد والولد عمره 13 سنة وبعت الموبايل حتى أوديه للمعركة. الله. حكت هواية حكي. وقالت لي أنا محضرة كليت لمن يجيني مستشهد راح أطش على تابوته. يعني. يمكن الناس اللي يسمعون هذا الحكي قسم يقولون متفقين وياها واتصلت وقسم كذا وقسم. المرأة اللي كانت تحكي وياي كلامها كان أقوى من الرصاص. لأول مرة أسمع كلام مؤثر
من متصل بهذا الشكل. فعلا ما كانت كلمة تطلع من عندها إذا ما كانت مباشرة تدخل في كل شعوري. طلعت من الاستوديو متعب منهك، وإجيت على غرفة الأخبار وقلت لهم يا شباب أريد عنوان هاي المرة. الشباب اللي موجودين كانت عندنا طريقة حلوة، إحنا عندنا كارتونة صغيرة ونخليها بالقناة، إذا شفنا أكو شيء، إذا واحد محتاج إلى شيء أو يريد يتبرع إلى شيء تبرع تتذكرها بتولي يمكن. نعم خليناها، خليت جبت الكارتونة وخليتها بغرفة الأخبار. إجوا الشباب اللي عنده خلاهن، واللي عندي واللي كذا. أنتوا ما مطلوب منكم لكن أبداً 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 أبداً، بس إحنا شعور بالمسؤولية. إيه فعلًا، مو أنا مفكر إنه أريد أسوي شيء. وطلبت واحد من بدون وعي هذا اللي ده، طلبت من واحد من زملائي إنه يوصلني على بيت هاي المرأة يخابرها. نعم خابرها، طلعت من مدينة الصدر، أنا مو كلش أندل من مدينة الصدر. نعم ورحنا لهناك، وصلنا إلى حديقة مبنية على الرصيف. اسمحوا لي شوية راح أخذ منكم وقت. سألنا على البيت، صعدنا بدرج صغير والدرج كان يعني بائس حقيقة جدا. وصلنا إلى شقة بها غرفة وصالة. قبلها طلعت لنا المرية، شافتني مرية لابسة عباية ولابسة نظارات والنظارات مكسورة. فلما شافتني قلت لها أنا محمد الخزاعي. قالت لي هو أنت نفسك اللي حكيت وياك بالتلفزيون، شبقتني دخلتني جوا عبايتها وخذتني وصلتني إلى بيتها. دخلت ببيتها وقعدت مثل بيوتنا الفقرة وأكثر فقرا. قعدنا، جابت لي بنيتها كانت عندها كلية واحدة، لا إله إلا الله، وعدها هالولد وزوجها يشتغل بالبلدية بأجر يومي. شوفتني صورة الولد اللي هو كانت تحكي لي عنه بالتلفزيون. أقسم بالله العظيم راحت جابت لي كيس شكليت ضامته جوا فراشها، قالت لي هذا كيس شكليت ضامته لابني من يجيبونه شهيدة طشي على تابوته. هذه القصص طلعتني، اسمحي لي خلي أكمل لك القصة. طلعت من يمها حسيت نفسي يعني في عالم آخر، في دنيا ثانية، عالم ملكوتي، دنيا ملكوتي كلها مبادئ ملكوتي. نزلت جوا، شوفتني بسطية صغيرة وقالت لي يومية أتدين من الفرن صمونات خمسة، لا حول ولا قوة، وأشتري وأتدين من الأسواق همبرقرايات خمسة أخليهن بالصمونة وأبيعهن، منتظرتنا يجيني حتى أوفر له كروتة ويرجع مرة ثانية. انتهى المشهد الأول. رحت رجعت للقناة، نسيت المرأة. ورا فترة جان اتصال من المرأة نفسها، كانت تحكي وياي. اول ما حكت قالت لي نسيتني، نسيت صوتي. بصراحه انا هوايه متصلين فنسيت صوتي. قالت لي يما يا محمد انا ام حسين، اتذكر هيك ام حسين بس للاسف ما هو حسين. قلت لها ليش؟ قالت لي لان حسين استشهد واجاني وطشيت على تابوته شكليت. وحكت قصه طويله عن هذا الموضوع. قصص عظيمه هذه القصص، هذا يشعرك بأنه أنت إنسان في محلك اللي الله سبحانه وتعالى اختاره إليك. بالمناسبة كل هاي السنوات ما حد يتذكر ذول الناس، لا إعلاميين لا فنانين لا كذا، ونسيناهم حتى حقوقهم راحت. لا هو هذا أكبر نسيناهم. تحدي شوف محمد، إلا بس اسمح لي فقط. وأريد أشيد هنا أنا. أشيد كلش يعني كلش عجبني أنه شفت الرائع علي حديد. تحياتنا له، اللي يعني تجربة إخراجية حقيقية إنسانية في مسلسل العشرة، قصص اللي جميلة يعني اللي يبث الآن، واللي بطلته وأبطالها أدوا الدور على أتم وجه. تحياتنا للفنانة آلاء حسين والفنانة، والله هذا عمل يشاد به، وأني شعرت بالفخر من شفت علاوي. أنا أترخص لك أوجه له شكر، أوجه له شكر، شكراً علي حديد، شكراً لكل الأخوة اللي الزملاء اللي وياك وقدموا هذا العمل، لأن حقيقة علي حديد بث بينا روح الحياة بالدراما من جديد. هذا أكبر تحدي شوفي ست بتول، عذراً لمقاطعة محمد،
انه اكبر تحدي الان نواجهه بالذات تحديدا نعم. يعني نعم. انه الثوره صعبه لكن الاصعب المحافظه على الثوره جاسها. شوف اللي 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 قدموه شبابنا بال2014 ما قدموه اي انسان اي بشر اي كوكب ما قدم يا ملحمه اي شعب ما قدم اللي صار بالتالي اكبر تحدي انه هذا المنجز ذكرت بتول سبايكر تدرين مره الذكرى الثامنه للسبايكر يمكن مرينا به هيك بشكل مرور بسيط الكرام مرور الكرام فعلا يعني فعلا هو تقصير طبعا تقصير هذا اكيد من كل المؤسسات الاعلاميه تقصير بانه حتى تفاصيلها ومعلوماتها اخفيت يا عزيزتي هذا المكان اللي 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 هو المقصله اللي صارت هذا المفروض الوزاره الجهات المختصه هذا باكر يندثر يعني هذا يتحول الى متحف يتحول الى مزار نعم صح اعلاميه قبل ان تكون فعلا. كل الحروب بالعالم هي تبدا اعلاميه واساسا دول وتنتهي اعلاميا فيلم القناص هذا الالماني السوفيتي اللي روجوا له على انه خلقوا من عنده بطل فهو هذا التحدي الاكبر تذكر من خلالها بطولات هذه المرحله اكبر تحدي انه هاي المؤسسات الاعلاميه يعني هسه عذرا اني ما اريد اذكر بس الدراما المصريه من تريد حتى توصل يعني بطل يا عزيزتي خارق. يا عزيزتي ال 73 المصريين انتجوا عليها اكثر من فيلم ومسلسل فعلا هسه انا ما اقول انتج عليها مسلسل او فيلم ما نقدر ما اريد نحكي على مؤسسه الدوله شبكه الاعلام تحياتنا لكل الزملاء اللي بيها نعم بس انا اقول هذا واجب المؤسسات الاعلاميه وعلى مستوى الشخصي واجبنا احنا اكبر تحدي انه هذا المنجز اللي صار بعد العام 2014 واجبنا الاخلاقي والانساني انه نوصله وما ننساه وهو تاريخ أكثر. تاريخ بلد تاريخ بلد باكمله احنا نحكي على المستوى الشخصي انا عفوا المؤسسات يعني احنا بينا هواي احنا 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 كاشخاص بينا هواي تقصير احنا نشتغل مؤسسات يعني بسيطه امكانياتها بسيطه امكانياتها ضعيفه بس احنا كاعلاميين كاشخاص هم عندنا هوايه احنا جاي نشتغل بالمجهود الشخصي محمد طبعا ما اليوم تستذكر نعم صحيح يعني اليوم انت من تستذكر سبايكر تستذكرها بوست تستذكرها بتغريده تستذكرها بمقدمه برنامجك يعني هذا يحتاج لجهد مؤسسات جهد مؤسسات واستراتيجيه واعمال ودراما اما انا وانت لوحدنا فما نقدر والا تعال يعني ما نعبر حدود البوستات علي حديد حتى الان اللي انتج علي حديد هو جهد شخصي جهد شخصي وابدع به والا اكو مؤسسات مفروض تاخذ على عاتقها هي اللي تستفيدها طبعا عذرا استاذ ابراهيم اكو مثلا يقول المشاهد ما يريد هيك اجواء حزينه وكذا ما هو هذا التحدي احنا بالعكس هسه اذا انا لازم اقنعه اي هذا تاريخ اكثر هذا تاريخ طبعا بس هاي اكو ناس تريد تسمع اخبار شوفي خليني اقول لك شغله بتقول يعني هذا اللي يقول لك انا ما اريد مشاهد حزينه هو شايف ايش صار بعوائل الشهداء هو شايف هو عايش مأساة ابن من يفقد ابوه مو قصور هو عايش مأساة ارمله من تفقد رجله لا لا عفوا والله ما يريد يحزن لا عمي روح لا تحزن محمد عفوا احنا ما نريد نحزن احنا نريد نشعر بالناس اللي فقد محمد نريد نحترمهم هذا 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 مو ذنبه وهذا اقل شيء قلنا لا 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 عزيزتي هذا مو ذنبه هذا الان اللي 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 بدا ينظر للحشد وينظر للقوات الامنيه بغير شكل هذا مو ذنبه هذا مو ذنبه أنا كتبت بوست قبل يومين قلت لا تلوم الآخر لما يعمل مؤسسات مسلسلات على مسلسلات تلفزيونية ضدك لوم نفسك اللي أنت ما أنتجت مسلسلات رد بطريقة فعلا ما أنتجت مسلسل احنا نمتلك القدرة للرد نمتلك بس ما نضبط فيها لا بصراحة جاوبني لا تصفن نمتلك القدرة للرد كمؤسسات يعني إعلامية وحكومية وغيرها لا شوفي يعني ها مو اكو هنا اكو فارق بالقدره عن المال اكو فارق بالقدره لا الاختلافات السياسيه اكو فارق بالقدره كادوات يعني ما عندنا كتاب ما عندنا كتاب كفاءات عندنا كلها واللي لي الان الوسط الاعلامي عندك واحد يفكر انت اسمح لي احنا لا نجلد ذاتنا شويه الان الوسط الاعلامي لا لا هسه مؤسسات يعني المؤسسه شوف هاي المؤسسه الرسميه المطالبه بهذا الموضوع فعلا مؤسسات الدوله طبعا اي طبعا يعني هذا الارث 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 الدوله وتاريخها تدري انت مسلسل اختيار انتاج وزاره الدفاع المصريه مسلسل اختيار هذا الجزء الخامس طبعًا. انتاج وزاره الدفاع المصريه ليالي عرفت الهجان انتاج مديريه المخابرات المصريه انا اقول عتبنا على هالمؤسسات الحكوميه بس انا اقول تقول لي اكو قدره
اكو قدره، ليش ماكو قدره؟ ممثلين عندنا، اكو قدره، شو بتوفر الارضيه موجوده حتى على مستوى الاعلام بتليش يعني ليش مثل بناتنا ما عندنا قدره الان اللي موجودين الان هذه المقدمه اللي تحكينا انت واللي تحكيها استبرق واللي يحكيها محمد القدره واللي شنو انا اقصد القدره شنو ابراهيم اي مو يعني هاي انت عندك ادوات ايه اكو ادوات وظفها توظيف صح من يوظفها ايراد توظيف صح ما يوظف ايه احد انا اقول لك اصلا هذا ما حد يسلط عليه انا اقول لك توظيف توظيف صح وفي لقاء كان محمد موجود قبل رمضان او رمضانين مع شخصيه يعني من العشره الاوائل في الدوله العراقيه ويتذكر محمد وحكينا وياه بلغه عاليه جدا ولغه قويه جدا وصلت مرحله انه ضربت الميز قلت له بابا المؤسسات الاعلاميه ترك الاعلام بيت هاي الناس خلي تدير الاعلام هاي الناس يعني. تمام المشكله بالتوظيف يا بتول مو مو بالادوات ادوات موجوده يعني خلينا النقاط على الحروف بس خليني اسال ست استبرق يعني بعيدا عن هذا الموضوع موضوع توظيف البطولات وكذا في الدراما وغيرها هل هناك حقوق للصحفيين والاعلاميين في العراق من وجهه نظرك اكيد طبعا اكيد طبعا يعني على التحديات والخطوره اللي احنا نواجهها المفروض اكو حقوق بس احنا بصراحه ماكو أيه هو يعني ما... أيه هنا مشكلة باقية مجرد حبر على ورق يعني أبسط شيء قضية مثلا حماية الحريات أو حماية الصحفي أو حقوق الصحفي أو أبسط شيء توفير سكن ملائم للصحفي هذه كلها ما محصلينها إحنا على الرغم أنه نواجه تحديات كبيرة ربما نقع في مشاكل كثيرة أيضا ولكن بصراحة أنا من وجهة نظري الإعلامي مظلوم بالعراق ما محصل على أبسط حقوقه أصلا من ناحية القناة حاليا القنوات ما قامت تكتب عقود مع الإعلاميين وإذا كتبت عقد هو العقد مو فد شيء ملزم وإذا كتبت عقد أبدا مو ملزم لا وحتى وين كتبت عقد يعني من يوم يا مؤسسة تلتزم بالعقد أو لا ما في واحد يلتزم بالعقد هاي ممكن الحكي قبل 10 سنين لا 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 العقد ممكن أكو محكمة العقد بإمكانك تروح لأي محكمة أكو عقد أخلاقي أيه. اكو عقد اخلاقي لكن تقول لي بين طرفين واحد عنده اخلاق وواحد ما عنده اخلاق انا ما لي علاقه بالكلام انا ما احكي عن الكل واجهتي تحدي وردتي انه يوقف لك مثلا كونش صحفيه وكذا نقابه الصحفيين نقابه الصحفيين بصراحه يعني انا مريت بمشكله لكن الحمد لله وقفت لي المؤسسه مالتي هي كانت عرضت مشكلة في برنامجنا طبعاً المساحة اللي أشتغل عليها آني نعم. بها مشاكل كثيرة اجتماعية نعم. فعلاً. أيه. وربما حتى أحياناً نندق بأشخاص إحنا ما نعرف ذولي المن تابعين نعم. بصراحة نعم. أحكيها فطرقنا بالتالي يصير نعم الموضوع فالموضوع شخصاً أنه استبرق كانت مستهدفة فلان اللي هو ما أعرف يعني نعم. إلى أي جهة يتبع بصراحة نعم تجاوزت فلقيت نفسي علي إلقاء القبض والإلقاء القبض وصل للفرات وتم استدعائي انه نعم. انت المفروض تحضرين للمركز وكذا وانت وعمرك وحياتك ما يا بالقضيه شنو القضيه انه انت عرضتي مظلوميه ببرنامج صوت عراقي نعم. كانت هي اعتداء على احد مدراء الوقف الشيعي ايه. ما اريد نعم. اذكر هسه الاسم وشخص كان ظاهر بصورته يعني واحنا حصلنا على التسجيل عبر مناشده اجتنا نعم. من زوجة هذا الشخص المعتدى عليه واحنا عرضناها وإذا بي قال أنا أريد يعني استبرق قبالي لقيت نفسي بالمحاكم ولقيت نفسي ويا الإرهابية ولقيت نفسي ويا ناس مكلبتشين وناس لابسين أصفر وما أعرف شنو لكن الحمد لله يعني هي القضية اللي اليوم ما خلصت بصراحة وبعدها ما يقبل حتى بتعويض يعني يبدو أنه يريد يشوفني خلف القضبان يعني إذا قانونيا له حق قانوني إذا هو يعني هو قال شهرت بي مع العلم أنا ما ذكرته نهائيا أنا حكيت بشكل عام لكن قال شلون عرضت الصورة؟ هي الصورة وصلتني، أنا قدمت نعم. كل الأدلة وحتى القضاء اقتنع بيها لكن هو كل ما ترجع الدعوة ليجددها. فهذه واحدة من المشاكل الشيء المفروض القضاء يقول كلمته يعني بالموضوع مو شكل؟ اي هي صارت مرة يعني ردت الدعوة ورجع لقالها فتحيلة أخرى لكن الحمد لله يعني وقفت لي المؤسسة هذه التحديات اللي احنا نواجهها وبالتالي هي تأثر علينا حتى على عوائلنا وغيرها نعم انا بصراحة يعني خفت على نفسية والدتي
يعني حتى من كنت اروح للمحكمه ما اقول للماما، يمكن هسه هي تتابعني وتشوفني. اي صح، وين رايحه عندي برومو اصوره، وين رايحه هسه تخرب الموضوع. لكن هي سمعت، هي يعني سمعت سمعت هي تتابع بالمناسبه، يتابعون زين. اذا لقيت نفسي فتحت نفسها بعد والله. انا اذا سالت بعد اسئله يجوز هم تكشفين كوما اسرار الحجيه اذا تتابع. لا مهم مهم كل شيء يعرفوها، بس الحمد لله الموضوع يعني شارف على الانتهاء ان شاء الله. نتمنى انه القضاء ينصفك، واكيد احنا نعرف انه الاعلام هذه واحده من المشاكل اللي نوقع بها واحنا بنات، عنده مصادر وتجي مصادر وممكن انه يخفي هذه المصادر. الحمد لله انا قدمت كل الادله يعني اللي عندي بعد، هي سلطه يعني. الحمد لله. ست بتول، هم انا هيك في يوم من الايام وصلتي لمرحله واجهتي مع شخص او كذا ويعني رفض انه تطرقين إلى في برنامج أو كذا، هم واجهتي شيء مواجهات؟ أوكي، هسه بدون مسميات راح أنتش قصة جيم، يمكن استبرق بحكم برنامجها اجتماعي. نعم. يعني بجانب خدمي أكثر يلامس مناشدات الناس وتفاصيلها. أنا عندي برنامج سياسي بحت، بس تعرفين مثل ما ذكر محمد قبل شوية واستبرق إنه إحنا بينا هذا النفس ما نقدر، يعني أنا برنامج سياسي فعلى الأقل شو أسوي إنه الناس تراسلني على مواقع التواصل. تعرفين إن إحنا كإعلاميين يعتقدون الناس إن إحنا قادرين نوصل لكل المسؤولين. صحيح. قادرين نوصل كل المناشدات، تعجزين إنه تقولين إحنا نقدر نقنعهم إنه إحنا شخصيات عادية. أيه بالضبط، كنت أنت شخصياً بالمناسبة إنه هذا يعني هو هذا جزء من الواجب حقيقة. أيه وهذا جزء من الواجب، وأنت تشتغل بالقدر اللي أنا دائماً أقول المستطاع اللي أقدر عليه راح أسويه، وبالفعل ما ممكن يعني شغلة أقدر أسويها ما أسويها حتى إذا كانت مو محاول بها، بس أقولها بالأخير مو بيدي. هذا اللي قدرت عليه. فمرة من المرات وصلتني مناشدة. أكو حسرك. أي والله، لأن هو كنت أتمنى المشكلة من المهنية، وهذه إحنا لازم نلتزم بهذه المعايير بدون ما نذكر أسماء. نعم. لأنه شخصية سياسية كبيرة جدا من مؤسسين العملية السياسية. نعم. تخيلي إنه تفاعل مع بوست وصلت عندي، أنا عندي بيج على الفيسبوك، فبي شباب آدمينيه ديروا لي إنه أنا عادة ما أكون موجودة فينشرون المناشدات للناس. نعم. أنا موجهتهم إنه كل المناشدات تنشر على البيج. نعم. يعني مناشدة تجي يعني شخص محتاج لو تعيين لو عنده فدي مسألة معينة فيريد بس يوصل صوته، ويعتقد إنه إحنا من ننشر البوست ممكن أحد يسمعه. وبالفعل صارت بالمناسبة، يعني حتى ما نبخس الناس أشياءهم إنه أكو ناس ساعدوا بالفعل عن طريق بوست أو عن طريق مناشدة بنهاية البرنامج. فأنا خصصت بنهاية البرنامج مناشدة إنه بنهاية نسولف عن موضوع معين ونوجه رسالة للمسؤولين. تفاجأت في يوم من الأيام خابروني منو ما أدري، يا بشكو صاير بتولي أنت إيش سويتي؟ والله بهالنبرة قسما بالله أنت إيش سويتي؟ حسيتي يعني أنا كنت رايحة للطبيب. والله بالطبيب وانا يعني متأذية. انت جتي كل الامور السيئة. اصلا قلت اني شكو. والله العظيم صدق اول ما يخاورك قلت ايش سويت؟ راسا انت ايش سويتي؟ فقلت له لحظة شو شكو صاير؟ قال شنو هذا البوست اللي ناشرته؟ هاي الصفحة الك؟ دز لي رابط الصفحة. قلت له لحظة خليني اشوف انا دا اسوق. وبعد دخلت على الصفحة قلت له اي صفحتي ايش بيها؟ كان يقول لي بتول انت ذاك اليوم سويتي لنا مشكلة ويا فلان جهة. ذاك اليوم سويتي لنا قلت له لحظه يا جهه شو صاير؟ اني لحد الان ما افهم شنو الموضوع. لا يهم الموضوع ولا ادري. بوعت قال هذا البوست بتقول انت كاتبته خابرونا زعلانين فلان الفلاني. زعلان. طبيت على البوست لقيت موظف بدائره معينه بوزاره معينه، اذا قلت مني راح يعرفون منو هذا لان هو اصلا زمان مسيطر على هاي الوزاره. كملي لي اول حرف. وصلنا الى ختام الحلقه. ما اقدر اقوله عرف الحروف لا يوقف. فالموظف مشتكي انه مديره اللي جايبيه بالمحاصصه وكذا وكذا مطرده من مكانه وده يحاول انه ياخذ. قلت له هاي مناشده ناس. قال له هذا موجه وهذول يريدون يسقطون وهذول. قلت له شنو المطلوب؟ قال البوست. قلت له مناشده احذفها. بوست شنو بوست؟ قلت له مناشده شلون يعني احذفها؟ وبالفعل اخذ له اسبوعين السيد الكريم الفاضل. زعلان مو قضايا. لا بس ما وصلت للقضايا. الله يبعدكم ان شاء الله. انا اعتذر جدا لكن الوقت انتهى.
سعيدة جدا بوجودكم ويانا، ورمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم أكيد، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا لوجودكم. شكرا لك جدا. إذن مشاهدينا، محطات برنامجنا لا زالت مستمرة، انتظرونا غدا بمحطة أخرى. إلى اللقاء.